الألعاب الإفريقية بغانا، وبطبيعة الحال بعد الأخبار المتفرقة اللي غادي ترافقنا في هذه الحصة. استقبلوا معايا الكابتن فخر الدين رشحي. أنا ديما كنت استقبلك فلك. تحية لك إيمان مراد وجميع صديقين وصديقات البرنامج. صحيح مزيان. اللهم لك الحمد. خليتوني البارح بوحدي. إيوا بازا كتهضري. أشنو؟ إيوا خليناك البارح. أنا كنا معاك مزيان اليوم. إيوا أنا جيت عندك اليوم. إيوا خليها. الناس كيصيفطوا ليا. إيوا الناس كيصيفطوا لي وقولوا الناس عندهم. فخر الدين وسمع المشاكسات ديالكم وقضياتكم هما اللي مزيانين البلاطو. قلت لهم راه فخر الدين راه غيجي اليوم إن شاء الله، ولكن منير غادي يكون معكم غدا إن شاء الله. منير تعرف غدا إن شاء الله ويجي. إن شاء الله بغينا نبداو فخر الدين بتعازينا الحارة. الحارس السابق ديال فريق الوداد الرياضي نادي المياغري في الموت ديال الأب ديالو، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتعازينا الحارة للعائلة الصغيرة والكبيرة، وأنا ندير كأخ ماشي صديق، أخ صغير بالنسبة لي أنا، باه الله يرحمه كتربطنا مع علاقة وطيدة الحمد لله، لا هو لا الخوت ديالو ولا الأم ديالو ولا العائلة. الله يرحمه مسكين، واحد الإنسان اللي ضحى من أجل نادي المياغري واحد الدرجه كبيره. يعني كان كتعرفين كيكون عندك شي وليد كيحباس ولا كيلعب الكره الهدف ديالك الاول وهو انك تحضيه وتتبعه. ف انا حضرت لبات نادي المياغري الله يرحمه، لانه كان انسان رياضي وكيفهم مزيان في الكره وفي كل شيء، والحمد لله الله يرحمه مسكين، الله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النار هذا. الله يرحمه الله يرحم جميع المتسلمين، العائله ديالو الصغيره والكبيره. وماشي سهل الفراق ديال الوالدين، ماشي سهل خصوصا بالنسبه للنادي والوالد ديالو، فهذه هي سنه الحياه. هذه سنه الحياه، ومره اخرى كنجدوا الرحمه على الوالد ديال نادي المياغري، وانا لله وانا اليه راجعون. فخر الدين قبل ما نرجع معك تعطيني هي اون كونكلوزيون على المنتخب الوطني المغربي، حيت فاش خرجتي انا قبل ما نديك اعطي ملي بديت. لا ولكن ضروري الناس البارح بغاو رغم الناس رغم لي زانفيتي اللي كانوا البارح، ولكن بغاو الراي ديالك نتايا. ولكن قبل بغيت نمشي، كان معنا محمد سليماني وكان معنا محمد مفتاح، جوج رياضيين صحفيين رياضيين عطاو الراي ديالهم ولكن مزيان. لا الناس بغاو البارح الراي ديالك انت اكثر، ولكن قبل بغيتك تعطيني الكونكلوزيون على لي دات فيفا اللي كاينين والماتشات اللي كانوا. المانيا اللي انتصرت 2-1 على هولندا، فرنسا اللي انتصرت 3-2 على تشيلي، نيجيريا اللي انهزمت 2-0 مع مالي، والافريك دو سود اللي دار 3-3 مع الجزائر، وسورتو بغيتك تهضر لي على اسبان والبرازيل. 3-3 هو 3-3 انا هذه غادي نقول لك لا ترانزيسيون المنتخب. تكلمنا هادو الثلاث نهار الثلاث باش كنا هنا تكلمنا على الماتشات. لا بغيت اون بيتيت كونكلوزيون، كانوا ملعوبين وتكلمنا عليهم وتكلمنا على المباريات الوديه كيفاش الاختيار. حنا يمكن كان عندنا الاختيار حيت عدد كبير من المتدخنين ولا الجماهير المغربيه كانت كتحبد يعني فكره على انك تقدر تستضيف واحد الخصوم اخرى من غير أنغولا من غير موريتانيا. يمكن الاتجاه هو اتجاه ما كتعرفش واش بالنسبه لي انا من بعد الخروج والاقصاء من كاس افريقيا نحاولوا نجيبوا واحد الخصوم اللي هي شويه يمكن الناس المسؤولين كانوا كيعولوا على ان المباراه تكون ولا المباراتين بجوج يكونوا ساهلين. على اي المباراه الاولى ديال أنغولا انتهت بهدف للصفر، وماشي الهدف ديالنا كيف قلت لك ذاك النهار وقلت لمنير هدف ضد مجرى اللاعب ضد المرمى ديالو. ثم الكل كان كينتظر واحد الاستفاقه ضد موريتانيا بدوك التغييرات اللي دارت العناصر وهذا، ولكن مع كامل الاسف الناس اللي شهدت هذه المباراه هذه الختام ديالي انا في الشوط الاول فاش داك الشيء ما كنت كنتوقع لانه في الشوط الثاني عاوتاني تكون شي حركيه وتكون هذا. يمكن كاين عمل كبير كينتظر المنتخب الوطني، وهذا العمل ما غاديش يجيب يعني بالكلام ديال اشاك فوا بهاد الخرجات الاعلاميه ولا بهاد ماشي بحال هكا غادي تخدم. جو بونس بانه كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يداروا في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ماشي هي ديال اللعب ولا ديال جوج ولا ديال ثلاثه، هي ديال مجموعه وديال واحد
كيف كنقول انا ملي كتشوف دابا ليكيب ديال موريتانيا وتشوف كيفاش لعبه هذوك لي موين اللي عندها ولكن لاعبين بلي موين ديالهم ما عارفين اش كيديروا بحال اللي كنا قلنا في لاكوب دافريك بحال اللي داروا في الانغولا بحال اللي داروا دابا عدد كبير من المنتخبات كتخدم بواحد الطريقه ديال اللعب الجماعي كتعول على حنا عندنا دابا واحد ترسانه من اللاعبين هناك اسماء هي كاينه موجوده ولكن العطاء داخل رقعه الملعب كيختلف عندك بزاف ديال السميات كتكلمي عليهم دابا ملي كتكلمي على المنتخب الوطني الا بديتي من الكارديان ديبيوت حتى ال 28 ولا 24 غادي تلقاي تقريبا لاعبين كلهم السميات ديالهم ولكن مع كامل الاسف لحد الساعه الان ما الناس ما شاف كاين اللي كيقول لك انا ما كرهتش السي فخر الدين نشوف ماتش فيه جوج جوج ولا فحال هذا ديال ولا فحال هذا ديال نيجيريا ولا فحال هذا نشوف 3 ل 3 ديال الجيريين نشوف كاع نشوف 4 ل 3 4 ل 3 نشوف على الاقل كتشوفي اهداف وتشوفي محاولات ما تشوفيش ماتش اميكال مع العشرة الليل في ادرار عقيم ما فيهش حتى شي حاجه هذا شويه ما كيبشرش بالخير خاص عمل انا كان خاص تكون الاستفاده انا جو بونس بانه الا ما الا كنتي غتلعبها بحال هكا واشاك فوا تبقى تستنى انا كنظن بانه حيت هذاك دياز اللي لعب في الميلان ودياز ديال ريال مدريد انا ديما تنقولها لهم كيلعب وسط واحد المجموعه ووسط واحد تاكتيك شيما تاكتيك وبزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك ملي كتجي عاوتاني هنايا وكاينه حاجه اخرى في المنتخب المغربي واللي هي خطيره جدا هي انك كتولي انت تيتولير باقي كاع ما جيتي وهادي شي حاجه اللي هادشي تكلمنا عليها في خدمه قلتي لي كيفاش انت زعما كتقولي تيتولير الوغ كو الواحد راه ما خصوش يقول هادي هما كيديروها هما كيديروها كيعيطوا لك انت كتجي من اللي انت تيتولير انت كتجي من اللي انت عندك القميص هادو من لي كونديسيون زعما ماشي لي كونديسيون هادو ملي غادي نولي انت تيتولير انت ملي كنجيبك انا على اساس انت ما انت اللي غادي تدخل وانت اللي غادي لا الا بقى واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته اولي عندك سته ولا ثمانيه ولا عشره ديال اللعابه وسط المنتخب الوطني اللي تولي تقول انت القميص ديال هذا معروف والقميص ديال هذا معروف الوغ كاين ليكيب ناسيونال بعدا واحد القضيه ليكيب ناسيونال ما كتكونش ليكيب ناسيونال كتلعب كتجيب اللعابه كتعزلهم وكيديروا واحد التربوس ديال ثلاث ايام هذا هو ليكيب ناسيونال انها اللي خلقات يلا التربوس كيكون ملي كتكون عندك شي مناسبه ديال كاس افريقيا كتمشي 20 يوم ولا اما المنتخب الوطني ما مديورش يتكون واخا هاد النقطه هادي مهمه فخر الدين غناخذوا الا سمحتي لي ناخذوا فاصل من عند مراد ونعاودوا نرجعوا باش نتكلموا على هاد النقطه هادي نمشيو الفاصل ونعاودوا نرجع لكم مستمعينا اسبريس كترافقكم في رمضان برامج غنيه ومتنوعه قصص مشوقه مأكولات شعبية، عبر دينية، نصائح طبية وحلقات عن تاريخ المغرب الغني، رياضة، سياسة وفن، كل هذا وأكثر على الجريدة الإلكترونية الأولى في المغرب. هسبريس مصدرك الأول للأخبار والترفيه في رمضان. من قلب كارتي فيكتوريا بوسكورا، أريزونا بارك كتمنحكم الفرصة لاختيار شققكم في مكان هادئ، الكثير من المساحات الخضراء وهندسة معمارية جد حديثة. استفدوا من العروض الحالية، شقق بجوج وثلاثة الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800,000 درهم. التسليم في الحين، اتصلوا بالرقم 080-200-0010 080-200-0010 أو عبر الواتساب 0674-89-0011. امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا حنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique,
Arty Show, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Arty Show vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artyshow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Arty Show, la référence en matière d'artistes. البطولة من 9 ل 11 الليل مع منير فخر الدين وإيمان على شادي فام. ورجعنا لكم مستمعينا في الليالي الرمضانيه من 9 ل 11 برنامجكم البطوله وكيرافقني الكابيتان فخر الدين الرشحي في هذه الحصه. فخر الدين قلتي واحد النقطه اللي مهمه جدا وبزاف اللي ناقشوها يعني في هاد لي دو ماتش ديال انغولا ديال موريتانيا هو ديال التكوين ديال المنتخب الوطني المغربي. بزاف اللي كيقول لك لا خلينا نصبروا مثلا مع هاد اللاعبين مي كتشوف الماتش الثاني اللي كان ديال موريتانيا سورتو او نيفو ديال ميليو دو تيران اللي شفنا الغياب ديال امرابط وناحي وجا هذيك الغياب ماشي غياب لا ماشي غياب ولا غياب كاين شي واحد كيكون غياب فهاد المقابله فوالا اختيار 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 فوالا اختيار ديال المدرب. دونك منين كتشوف انت الزوزي وكتشوف ريشاردسون دونك حتى هذه داخله في نجرب. شوف انا كندوي دابا على قضيه التجربه انا كندوي لك على قضيه بدا تسمع كلمه على انك حتى واحد ما كيجي انا كنقول لك هذه بعدا شي حاجه اللي هي معروفه منتخب ما كيتكونش منتخب كتنادي على العناصر اللي هي كتلعب اللي هي ابط كتلعب ماتشات عندها ماتشات في رجليها هي اللي كتجي كتلعب معاك نهار الحد ملي كيكون عندك شي ماتش دابا افريقيان ولا هكذا باش كتمشي الامور كنجي كندخل كنلعب معاك ماتش وكنمشي بحالي عاوتاني نهار الاثنين كنقبض الطياره ديالي كيكون عندي ماتش اخر انا كمدرب كندير المنادات على عناصر والجمهور فيبقى يختار تيقول لك علاش هذا ما علاش بعض المرات كتسمعي وهذا كاع ما كيلعب وجا وهذا فهمتي هادشي اللي كاين. اذا المنتخب ماشي ما عمر شي مدرب ما غادي يجي وغادي يقول لك انا غادي نكون المدرب المنتخب ما كيتكونش ايمان منتخب مديور يجي يدخل واجد بيان سيغ ماشي واجد كتعيط على العناصر اللي هي واجده ولكن ضروري فخر الدين ما دير ديك لا روسيت ديال ما يمكنش يكون عندك واجد المنتخب وانت ما عندكش ديك لا روسيت كتجيبي لعابه وهما عندك دابا لعابه تصنتي ليا كتجيبي لعابه ماشي كتجيبي لعابه وكديريهم دابا المشكله فين كاينه؟ كايناش في اللعابه كاينه في قضيه كيفاش خصك انت تخدم هذوك الدراري وواحد الشيما تاكتيك وشكون هما اللي جوار خصهم يكونوا وشكون اللي ما خصهمش يكونوا هادشي اللي خصو يكون كنحيد العاطفه وكندير اللي خصو يدار خصو يدار واللي ما يدارش ما يدارش هادشي اللي كاين. انا ما غاديش راه ماشي ضروري انا غادي نشوف التشكيله خصني نشوف فيها دائما حكيم ونشوف فيها زياش ونشوف فيها هذا راه واحد النهار غادي نجي هاد اللاعبين ما كيعطينيش 100% بحال اللي داير مع كراتا سراي بحال اللي مع تشيلسي بحال اللي راه مشى شحال من فرقه المدرب كيلعب معاه ماتش جوج الا ما كانش لورون دومو مزيان كياخذ فيه قرار سكي في هذا هو اللي كاين ودايوغ هاد لي دو ماتش ام يكون التجريب زعما غير نشوفوا لاعبين اخرين في هذوك لي بوست نيت ما عندك دابا على اين دابا لا كونكلوزيون ديالك شنو هي دابا هذه اللي عطيتيني لا كونكلوزيون ديالي خاص خدمه خاص خدمه وخاص خدمه وخاص خدمه خاص خدمه كبيره الا بغيتي توصل للمبتغى ديالك حيت انا نعاود ناكد لك كاع اللي يقول بانه لا كوب دافريك ملعوبه في المغرب راه حنا غادي نديوها هذا راه غلط عندك مشكله غادي يكون عندك هنا لانه كاع المنتخبات اللي كيلعب في الميدان ديالها وامام الجمهور ديالها كتكون عندها واحد لا بريسيون كبيره وكبيره بزاف وشاهدنا خير درع ذلك اخر منتخب اللي هو الكوت ديفوار راك شفناه راه خرج نورمالمون راه كان في الكوما او رجع فاذا بغيتي توجد خص توجد نيت منتخب قوي شيما تاكتيك بزاف ديال الحويجات حيت جوج ديال الماتشات تلعب مع فرق اللي هما منتخبات اللي ما تنقولش ضعف ولكن منتخبات اللي كتشتغل وما شجناش الهدف اللي شجناه ماشي ديالنا شويه غادي توضع واحد علامه استفهام. على اين نمشيو لعند الاصدقاء ديالنا في اليوتيوب وبزاف ديال لي كومونتير كيرحبوا بك فخر الدين عاوتاني وكيقولوا لك توحشناك. البارح ولا مشيت غبرت عليكم ما بقيتش كنجي. الواعر هو خصكم شي نهار ما بقاش نجي. راشد ولا دابا ماشي لينا حنا الناس وهذوك الناس اللي ولفوني شويه كيفاش ولفوك هما راه مولفينك من شحال هادي. نمشيو عند رشيد 1937 قال لك المنتخب خاصو شيخ المدربين وزير البنزرتي. ايوا صافي هذا ورجع لينا عاوتاني مزيان الله يعطيه الصحه صافي كملتي مع الوداد كملتي مع الرجاء بان لك المنتخب اخويا رشيد. نمشيو عند موحى لعد ان انتم تعرفون علماء كره القدم عكس الالم انا لم ارى ابدا كره القدم في بطوله العجين
بطوله راه يكون هذا مشكل بطوله. لا حيت اللي كان كيتكلم هو على البطوله راه نورمالمون راه بطوله واكله العصا، والسبب ديالها هو الناس المسؤولين غافلين عليها هي اكثر وعاطين اهميه كثيره لسميتو. فوالا هذا هو المشكل. وقلنا هذه في القضيه ديال المنتخب خرجين ديال اقل من 23 سنه، قلنا واخا البطوله خيبه ولكن كتنتج يعني كاين ملي كتلاقي مع الناس. بحال دابا ملي مشينا البارح لهذاك الفطور ديال المؤسسه محمد السادس، وشكرا لذوك الناس على الحفاوه وعلى الاستقبال وعلى هذا، كتلاقي مع خيره اللاعبين والابطال في البوكس في الباسكيت في الهوند في الجري فاش ما بغيتي. سكي فيو كتجلسي مع دراري ديال الكره وداكشي، راه كي اش كدير انت؟ خصك تجلس وتصنط باش تعرف راسك توزن، انت كتستافد من دوك الناس، تشوف الامور كيفاش دايره، كتلقى واحد الاغلبيه الساحقه كتهضر نفس الكلام اللي كنقولوا حنا هنا ولا اللي كيتكلموا معنا به الناس. كاين واحد الفئه ماشي تما اللي كتخرج مره كدير هذيك، عاوتاني عندها شكل اخر، هذيك هذيك الرؤيه ديالها ماشي بحال ديالك انت، هذيك عندها رؤيه اخرى. ما علينا، نمشيو فخر الدين وندخلوا للمقابلات ديال كاس العرش دور سدوس عشر. قبل ما نمشيو للمقابلات اللي جراو البارح، بغيت بسرعه تعطيني قبل ما يبداو لانه بقات تقريبا واحد 3 دقائق ولا 4، بدايه المقابله الاولى اللي غادي تكون ما بين اتحاد طنجه والمغرب الفاسي. انا غنعطيك معطيات وانت قول لي، انا عارفه الراي ديالك ولكن بغيت نعطيك معطيات باش تزيد تعمقني في الراي ديالي. اتحاد طنجه اللي جايه على رجليها، جايه على رجليها بشويه عليها ولكن راه قربت توصل مول. زيد اللعابه ديالها كانوا كيتسالوا دو مورا تخوا مو تخداو الاجواء لي بريم تا هما تخداو الاجواء هي هذيك في اتحاد طنجه حاليا. ارى ليا المغرب الفاسي، المغرب الفاسي 4 شهور باقي ما مخلصينش، لا اللعابه جداد لا اللعابه القدام، دونك اللعابه القدام دو موا اللعابه جداد. يمكن ما تفوتش 4 شهور، ما ديرينش هذه القضيه. 3 شهور الا ما تفوتيهاش 3 شهور ما تفوتيهاش. 3 شهور لا كاينه هذه القضيه. 3 شهور لا ماشي يقول لك الا فتي 3 شهور كتمشي ل فوالا. ودابا اكتويلمون راك باقي، دابا فهمتي باقي عندك ديك النيه ديال انك غتاخد. وتبارك الله على السي الجامعي اللي مازال ما باغي لا يزيد القدام لا يرجع اللور. ما باغي يدير حتى شي حاجه مع هذه الفرقه هذه. دونك حنا في ظل يعني هاد المعطيات هادو، كيفاش انت كتشوف الصوره ديال هاد جوج الفرق هادو في هاد الماتش هذا ديال لاكوب؟ واش كيبان لك انت يا زعما هادشي كي عنده تاثير؟ والله اعلم، انا سولتك. لا هو انت ملي كتكوني كتفرج شحال مره كنتي كتسمعنا هنا وكتسمعي فرقه جات في التران جات في هذا، واش كان شي تاثير؟ طنجة. لا واش كيكون شي تاثير؟ ما كيكونش شي تاثير كبير. كيكون شي تاثير معلاش، لان كاينه البطوله اللي هي كتشابه على حسب العناصر اللي كتوفري عليها وعلى حسب لو ريتم اللي كدور فيه. حتى ولو تجي انت كاع ما مترينيش داكشي كتقدر دير 3 وهاك تقدر دير تعادل. انا بالنسبه لي اليوم ماشي حيت طنجة خدات لي بريم ولا خدات لي سالير اليوم غادي تولي نفسيا، لا غادي تولي شي فرقه اخرى. راه هي كانت مرتاحه نفسيا، كانت كتلعب كتعطي ماتشات مزيانين، ما كانوا هما مخلصين ما والو وكيدخلوا كيديروا دي بون ماتش. سكي في ماتش جا في واحد الظروف شويه صعيبه على الفريقين جوج، لانهم ديجا كانوا تقابلوا غير هذه واحد المده ماشي بزاف قصيره، وكان ناض داك الصداع اللي عرفت محمد البلاوي. شوف حنا ما عندنا مشكل، حنا اللي كنبغيو دابا اليوم اللي كيستحق ينتصر المباراه ملعوبه في فاس امام واخيرا نرجعوا لهم الضوء في الملعب ديال فاس. كنقول بانه الضغط غادي يكون على اللاعبين ديال المغرب الفاسي لانه ذاك الملعب صغير ديال ملعب حسن الثاني، ولا ما كنتيش نيت عندك واحد الجرأه وعندك واحد الثقه في النفس كتقدر فاسيلمون انه البيبليك يهدر ولا يتكلم ويكون عندك تاثير. انا كنتمنى ان المباراه تكون مزيانه ملعوبه مع 10 الليل ويعطونا واحد طبق كروي اللي يكون زوين وتفرجوا فيه الناس خصوصا بعد رمضان بعد العشاء وهذا. وحاجه اخرى اللي كيستحق ينتصر هذا الاقصائيه ديال كاس العرش عوداتنا ايمان دائما غادي يكون فيها منتصر يكون فيها منهزم اللي كيوصل ديك المرتبه اللي كيبغي فرقي بجوج باغيني يحققوا نتائج ايجابيه لانه يعني المباراه ديال كاس العرش ما طويلاش بزاف فيها 3 ماتش ولا هذا انت وصلتي
فهمتي كتوصل دومي فينال ولا كتوصل فينال هادشي اللي كاين دونك كل التوفيق. ولكن ديك القضيه ديال المقابله اللي كانت الا ذكرتيها فخر الدين كانت نيت تقام ديك العام ما بين اتحاد طنجه والمغرب الفاسي، واللي كانت مقابله كانت دارها متولي كانت مقابله جيده وكان تاهل ديال اتحاد طنجه. دونك على اين دونك المقابله غتبدا يعني في هذه الاثناء جوج ديال الدقائق اللي بقات ولا دقيقه، فكل التوفيق اليوم. وكما ذكرتي انه ما يعطيونا واحد الطبق كروي اللي جميل للمشاهد. نمشيو للمقابله الثانيه ما بين واحد جوج ديال الفرق واللي قلتي لي بغيت نتفرج فيها كوكاب وحسنية تكادير. مزيان هذا ديربي. انا بالنسبه لي انا فكرنا في الايام الخاليه ديال ملي كان فريق الكوكب مراكشي في قسم الوطني الاول يحصل ومع حسنية تكادير تا هو بذاك الفريق ديالو المعهود عليه. ففيلم العبادي في مراكش حق انا سمعت على انه منعوا الجمهور ديال الحسنيه ما يحضرش لان كاين هناك اشغال قال لك في الجهه ما جو سي با، ولكن غادي يكون حاضر الجمهور ديال الكوكب. اكزاكتو. وهنا عاوتاني كيكون شويه دابا المشكله هذا هو هنا في كيطيح عاوتاني بنادم في الفخ كتخلي الامور كيفاش الجمهور ديال الحسنيه تكادير ولا المكتب غادي يتقبل القرار ديال جمهور الكوكب يحضر وديال الحسنيه ما يحضرش. على اين نتمنوا المباراة جوج ديال الفراقي الكوكب الشغل الشاغي ديالها هو الرجوع القسم الوطني الاول وفريق حسنية تكادير. بالنسبة لي انايا الشغل الشاغي ديالو هو انه يبقى في القسم الوطني تا هو الاول ويحقق نتائج ايجابية فيما تبقى من المباريات. ولكن هذه المباراة تكون خاصة فخر الدين وتكون خاصة لان مباراة ديال كأس العرش. انا تنقول واش كاينة في الدفتر ديال التحملات اللي كنقولوا حنا ولا المدرب لما كيجي كيوقع مع الفريق واش كيكون عنده في الاهداف ديالو مسطره على انه يفوز باللقب ديال كاس العرش، حيت هذا اللقب هو في تاريخيا وماشي ديما ما كتنجح ديما كان دائما معطي للفرق اللي هما عندهم عليه تاريخ كتلقاهم فازوا به اكثر من مره والمشاركه بزاف وهذا هما اللي كيكونوا معروفين كي كتقول انت. دابا حاليا مؤخرا بدينا كنشوفوا بعض الفروق اللي واخا ماشي شي بغينا شنال من بعد ما كانت جو كروا المجد المدينه اللي من قسم وطني الثاني ولا هذا المشاركه ديال النهائي في البرنوسي ثم الطاس اللي فاز به في 2019 يعني كاينين فرق اللي بداوا، ولكن هاد لا كونتينيتي انا ما تنظنش تقدر تبقى لانه الفرق مساكن هما تيعانيو. دابا ملي كتكلمي على المجد فينا هو المجد؟ فين هي الاسم ديالها ما بقاتش كت ماشي هكاك لان هذا واحد الفريق اللي كان واحد بقيته كيضم لاعبين كلهم تهزيهم وتحطيهم في القسم الوطني الاول. ملي كنتكلموا على الاتحاد البيضاوي لا ميم شوز وانت غادي تغيرات امور. هذه الساعه العاشره في استوديوهات شاد اف ام غادي ناخذوا فاصل وعاد نرجعوا ونعطيو لفخر الدين النتائج ونشوفوا واش كانت شي مفاجاه. يلا نمشيو الفاصل. دابا كتسمع الشدا اف ام مع منير فخر الدين وإيمان على شدا اف ام. ورجعنا لكم مستمعينا في حلقاتكم واليوم الحصه ديال اليوم البطوله من 9:11 حتى ل 11 ان شاء الله. ودائما مرافقني الكابيتان وفخر الدين نرجحي وغادي نرجع معاك. واش قلت لك بلا المفاجاه فخر الدين كاينه مفاجاه ودابا الى عرفتي هذا السؤال وعطيتينا الجواب غتربح معنا مفاجاه. فهاد الاثناء كتبدا المقابله ما بين الحسنيه ديال اكادير والكوكب المراكشي والدقيقه 6 مهم 6 7 ما علينا. نمشيو فخر الدين المقابلات ديال يوم امس واول مقابله صراحه اللي تفرجت فيها حيت شي اخر تفرجتها في لي زيكستري ديالو هي المقابله ديال مولوديه الوجديه والنادي القنيطري اللي انتهت بواحد الواحد وبركله الجزاء بيان سور وكان تاهل كانت قنيطره و مولوديه وجده. مولوديه وجده اكزاكتومون هذا هو اللي تفرجت فيه بهذاك الاحتفاليه ديال الجماهير ديال النادي القنيطري. النادي القنيطري ماشي جديده لا ماشي جديده ولكن زوينه انك كتشوفها في التلفازه. هادشي فهمتي هادشي اللي كان غاب منذ سنوات ما عرفتش واش انت شفتي. كانت في التلفازه ديما كانت ما فهمتينيش يعني من هبطات ما بقيناش كنشاهدوا احنا يعني لا حيت ما كنشوفش الماتشات عرفتش بغيتي تقول دونك هذا يكون الماتشات ما كيتنقلوش وبهاد وشفتي
مولوديش وجد اللي دارت مقابلة اللي كبيرة ونادي القنيطري دار مقابلة أكبر. انت كيفاش شفتي هذه المقابلة؟ يمكن على الى 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 خدينا الفرق بجوج نشوفوا انا وجده كيفاش كتعيش دابا والمباراة اللي كتقدم في القسم الوطني الاول, ونشوف نادي القنيطري في القسم الوطني هوات كيبان لي بانه عدد كبير من جماهير ديال القنيطرة المتمنية ديالها هو الرجوع ديال الفريق ديالهم القسم الوطني الثاني. انا ما غنتفاجئش في النتيجة كيف ما كانت. إذا قلت لي نادي القنيطرة ينتصر هذه تجيني عادية, نقول لك علاش, ماشي كتصغير ولا احتقار للنادي المولودية وجدية, لا المولودية وجدة أنا صراحة من الناس اللي هضرت عليها ماشي مرة ماشي جوج, فارق ما دارش انتدابات وكيعيش واحد كيعاني شي حوايج اللي هما خصوصا مع ذاك المدرب اللي هو اللي كنحتارمو انا وكنقدروا اللي هو فوزي جمال واللي كنعرف العقليه ديالو لانه الاشتغال ديالو راه كيبان لان فريق بهذاك الشكل باين بانه العمل كيكون كبير من خلال الاسبوع باش يعطيك هذاك يعني ذاك العرض بهذوك لي كونديسيون اللي كيشوف هذاك الشيء اللي كيتوفر عليه. ثم فريق النادي القنيطري شفت انا البدايه ديال المباراه كانت بان لي انه كاين هناك تحركات, بان لي واحد توفيق وجروتون باقي انا يسحبني باقي لي مازال كي سميتو كيجري وباقي باقي هو يعني يمكن هذاك الوليد المسار ديالو فكان يكون كنا دائما كنتكلموا على بعض اللاعبين اللي صراحه هذاك الوليد في الوداد ولعب طنجة. انا من الناس اللي كانت لعبته في واحد في الاخر ديال مع تطوان هو واحد جوج ديال العناصر ولا هذا, ومن تما ما مشى غادر الفريق راه هو وفحال عميمي فحال واحد عدد كبير ديال الدراري جينيراسيون اللي كانت, ولكن مع كامل الاسف يمكن عميمي نقدر نقول لك المشوار ديالو مشى شويه واحد نسبه مئويه شويه ناجحه, اما بالنسبه لتوفيق على حسب الكره اللي كان كيتوفر عليها وديك السرعه كنت كنتمنى يكون احسن بكثير على عين. ف مع مره انا كنعاود نرجع معك ايمان المباراه ديال كاس عرش ما فيهمش القوي وما فيهمش الضعيف, سبحان الله العظيم عودونا دائما مباريات كتكون متكافئه, هذا هو اللي كاين. واخا نمشيو لمقابله اخرى, استاد المغربي اللي انهزم ب4-0 امام المغرب التطواني, جات كنت هذه زعما فريق وديجا دو بوت في الدقائق الاولى زعما تلاو معاهم الاول. يمكن المغرب التطواني عاوتاني على حسب الترسانه ديال اللاعب اللي كتوفر عليها والمباريات اللي لعب قبل والمجيء ديال جريندو كاين حويجات اللي كيعطيو كيقولوا حنا ذاك الديكليك ديال واحد الفريق اللي, ولا اظن انا انه المغرب التطواني ولا الجمهور ديالو غيبغي يخرج من المنافسه مبكرا. وبانت اذا كان استاد ماروكان واش كينافس تا هو على البطوله ولا ما كينافسش, انا سمعت ذاك النهار مولاي عطاني الترتيب ولكن تيقول لي راه شويه بعد شويه بعد ما عرفتي اذا كان لا بعد شويه الهدف ديالو هو الوصول لواحد المرتبه معينه في القسم الوطني الثاني ما عرفتش, فانا ما نتفاجئش مباراه ديال تطوان وتوارقه. مقابلة أخرى اللي كان نايض فيها الصداع فين غتلعب في الآخر تلعبات في الملعب الكبير أدرار يعني بأكادير ما بين أمل تيزنيت وأدرار سوس, واللي انتصرت فيها أمل تيزنيت 1-0. أنت كيفاش كتشوف هوات و منطقة هادو تقريبا جنوب أدرار سوس وتيزنيت قراب تيزنيت إيمان فريق اللي كان كيحقق نتائج ايجابيه يعني, وكان وقيلا درب واحد الوقيته من اوقات ابرامي كان كيعرف دائما حضور مدربين مميزين. هذيك تيزنيت انا ما عرفتش علاش ما كتكملش في الخدمه ديالها, حتى كنقولوا هذه حتى كنقولوا هذه كتنافس وهذا انت دابا ذكرتيها في خدمتك وترجع لا ترجع للقسم كيعانيو ايوا دابا المشكله ما كاينش استمراريه. دابا فريق بعض المرات كيعيش واحد الظروف استثنائيه بواحد الرئيس واحد مكتب مسير وحتى اللاعبين كتجيك في واحد الوقت من الاوقات على انك كيكون عندك لاعبين مزيانين ومدرب وهذا كتمشي مزيان, ولكن عام واحد ما كافيش تخدمي فيه وديري فيه واحد دابا نتيجه ايجابيه خاصك عاوتاني تكمل ما كتكملش. هذا هو اللي واقع بعد بلد تيزنيت
للاسف نمشيو لمقابله اخرى. شباب الفتح اللي انتصر بجوج لصفر مع وداد فاس. ايوا وداد فاس وما ادراك ما وداد فاس. الفتح خسروا شباب الفتح. شو هذيك هي المفاجاه الكبيره ديال الفتح؟ ماشي مفاجاه، كنا تفرجنا انا وياك هنايا وراه تزقلوا ديك العام معاهم الى عقلتي. ما كاين مشكل. كيفاش جاتك هذه المقابله؟ وداد فاس، وداد فاس صراحه انا بالنسبه لي وداد فاس سنوات هذه وهي كتعاني ماشي عاد دابا. كاين فروق اللي كانوا في واحد الوقيته من الاوقات، هذا فريق اللي تدربته واحد الوقت من الاوقات كان كيتوفر على لاعبين كبار يعني، ف ودراري اللي يلعبوا في الماس ويلعبوا في فرقي. هذا اليوم انا كنشوف وداد فاس يعني مشى من داك فقد البريق ديالو يعني داك القوه ديالو اللي كان كيمتاز بها، وعنده جمهور عريق في فاس. يعني كتقولي وداد فاس الجمهور ديالو في المدينه القديمه عنده ركور كبير وكيحضر يتفرج عزيز عليه فرقته، ولكن ما يمكنش تبقى غادي في نتائج سلبيه كيمشي لك الجمهور وكيمشي لك كل شيء. للاسف كنا كنتمنوا في حال هذه الفرق هذه اللي كانت دارت واحد الطابع في لا بروميير ديفيزيون وكنا كنشاهدوها. للاسف ماشي مشكل، دونك باقا الخدمه وباقيين فين ان شاء الله يعاودوا يرجعوا. غير باش نذكر المستمعين الفرق اللي تاهلوا لدور الثمن، كل من تواركاد، تشيرا، راسينغ، اتحاد اسلامي الوجدي، المغرب التطواني، امل تيزنيت، ومولوديه وجده، وشباب الفتح. باقي ان شاء الله المقابلات اللي كنشاهدوا امامنا دابا ديال الحسنيه ديال اكادير وكوكب مراكشي واتحاد طنجة والمغرب الفاسي، وان شاء الله باقي مقابلات ما بين فريق الرجاء الرياضي واولمبيك اسفي والوداد، باش نختموا مع شباب الرياضي السالمي. شباب الرياضي السالمي مراد كيقول لي ان فاصل مستمعينا، ونعاودوا نرجعوا نكملوا الخبيرات ديالنا مع فخر الدين رجحي. السلام، مرحبا بك في حلقه جديده من فن الطياب مع دامتي. اليوم غنجاوبوا على اكثر سؤال كيتطرح علينا، اشنو هو المكون اللي كيدير الفرق في الطياب؟ دامت البنه ديال دامتي بالتوابل 100% بيو، يمكن تستعملها في كل شهواتنا المغربيه مع البقري، الدجاج والغنمي، وحتى في الشهوات العصريه الخفيفه مع ليكيش، الكغاتان، الشاورما والبيتزا، كتزيدهم واحد اللمسه خاصه. هذه كانت نصيحه هذه الحلقه، نتلاقاو في موعد جديد من فن الطياب مع دامتي. مع دامتي طياب فن ومتعة. 39 امالك صاحبي على هاد المرجه كلها، قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف، بغينا نقتصدوا حنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقار عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه، اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات السقا لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. البطوله من 9:30 ل 11 الليل مع المدير فخر الدين وايمان على شادي فام. ورجعنا لكم مستمعينا، ودائما مكملين معكم في برنامجكم البطوله، وغادي نمشي عند اصدقائنا في اليوتيوب ونقرا بعض التعليقات. ايمان المسامحه راه شهر رمضان، شهر الغفران، اخ كبير فخر الدين العزيز، ولا انسى صديقنا الصديق ديالنا العزيز منير، الله يشافيه. وماشي الله يشافيه منير، راه كيمثل دابا فهمتي، دابا بدلتنا كيمثل شي بيرسوناج كيكذب على الناس كيما بعض المسير الله يسمح ليهم كيكذبوا علينا وكيكذبوا على كل شيء. كفخر الدين واش بغيتي دابا عندي ديال الصداع معاه كيكذب على الناس دور بصراحه اش بغيتي عنده مسكين دابا يسمع غدا يجي لك غدا جاي ان شاء الله ياخذ لاخويا لهذا ونعيطي نقول لك ولا ما يكونش كيسمعنا دابا. مهم جمال المسامحه ايمان، انا البارح اللي كنت كنتقدك ما كاين باس سي جمال، ما كاين باس، شوف المسامح كريم وعفى الله عما سلف. ياك فخر الدين نبداو صفحه جديده بيناتكم، عفى الله ما سلف، انا كيتساني الكرا بيناتكم بيناتكم ايمان مسامحه رشا، انتم مالكم مسامحه؟ انا مسامحكم دنيا واخره، اللي بغى يقول شي حاجه مسامحه ماشي مشكل. فخر الدين غادي نمشي ونعطيك واحد الخبيره وبغيت الراي ديالك. مرحبا. محمد سهيل كيشرف هذه خبيره ودابا شناهي هذه؟ الا ما كانتش خبيره شناهي؟ خبيره راه قدا راه خرجت هذه، وانا بغيت الراي ديالك يومين وثلاث ايام. بغيت الراي ديالك، شنو الراي ديالك؟ شداها عندي تمشي وتعطيني الراي ديالك. يلا توكلي على الله. محمد اسيدي سهيل كما انت عارف مشى ولا مدرب جديد للجمعيه السلويه،
بعد ما نفصلوا على المدرب السابق اللي هو عبد الرحمن الرمال. انت كيفاش بعد ما مشى عبد الرزاق خيري وعبد الرزاق خيري دونك انت كيفاش كتشوف هذا الاكسبيريونس ديال محمد؟ غتكون صعيبه الله يعاونه. انا يمكن سطوره في المركز الاخير دابا في شوف على حساب اش دار السي محمد مع المكتب المسير. الى تا الاخر السنه احترمني نبقى تا الاخر السنه اعطيني خليني نصيب كما كنقولوا حنايا. واش الهدف هو تصيب فرقه؟ لا لا ما عرفتش انا شنو الهدف. الهدف اللي دار اللي سطرو السي محمد مع سلا هذا هو اللي خصك تعرف. راه غير باش الصوره راك انت عارفها. لا انا شوف احنا الفريق احنا عارفينه. ديجا شفنا المدرب الاول اللي هو عبد الرزاق خيري وداك الشيء اللي كان كيروج تمايا والطريقه ديال التسيير وبزاف ديال الحوايج. ثم المدرب الثاني دابا السي محمد غادي يمشي لواحد الفريق هو عارف. ما كنظنش انا السي محمد غادي يجي ما غاديش يجلس قاعد الجلوس وغادي يجي ويمشي هكاك. يمكن كنسطر مع هاد الناس شي اهداف. والاهداف اللي غادي تكون مع هاد الفرقه هادي واش نبقى يطيحوا الهوات ويعاودوا يطلعوا مثلا؟ لا هو ما عرفش اش كاين. لا شوف ما كنعرفش اش كاين. هو عمل غيكون كبير عند السي محمد. عمل اللي غادي يكون يعني كيف كنقولوا ماشي سهل. من غدا ولا من بعد غدا يبدا مع الفرقه. كنعرف انا السي محمد كنعرف لي كاباسيتي ديالو تبارك الله. كل شيء اللي كيتوفر عليه ماشي شي واحد اللي هو جديد في الميدان. تبارك الله راه ما خلى حتى درب في هنايا ودرب خارج ارض الوطن. يعني عنده الاكسبيريونس. دابا المشكله اللي خاص دابا المشكل اللي كيبقى هو فين غتشتغل لي كونديسيون بغيتي تقول. وي فين غتشتغل هذا هو المشكل اللي كتكون. رانا انا غادي نجي دابا انا غدا لا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. انا ما غاديش نهضر على سميتها على سي محمد ونقول بانه ما دار والو. ما يمكنش ما نقدرش نقول هادشي. انا لان الظروف نشوف كيفاش اللي مشى فيها علاش كيتوفر لاعبين هذا الله يعاونو. هادشي اللي كنتمنى التوفيق ليه. هو كنتمنى انه يدير داكشي اللي قسم الله مع الفرقه واللي بالها على الاقل الا دار دي بون ريزولتا تحسب ليه ان شاء الله. نقول التوفيق ليه. هذه كانت فقط بغيت الراي ديالك عليها. وانا بغيت نرجع معك فخر الدين. محمد سهيل فاش كان كيلعب دخل جو بونس الوداد في لي سيزون ديال 80 81 انت دخلتي في 74. ها انا هادشي اللي بغيت اللي جايه لك. واللي عجبني بزاف هو كنتي دخلتي انا بصح ليا كنتي دخلتي على 15 عام الوداد. قول لي واش بصح ولا لا؟ ماشي 15 عام غادي لك جينور. علاش دوك ما دخلتيش على كانزا؟ لا ما دخلتش على كانزا. علاش؟ انا غير بغيت نسول لانه بزاف اللي كتكلم معاهم كيقول لك 17 عام هي فاش كنتي مع ليكيب ا ياك. 18 عام 18 صافي حنا ديجا رحنا. انا بغيت هاد النقطه هادي عجبتني قبيله فاش قريتها وشفتها بديت كنضحك كنقول دابا فخر الدين على 17 18 دخل ليكيب ا عكس دابا هاد الشباب دابا اللي كنقولوا حنا لا 17 18 راه باقيين. ولكن عاوتاني واش على حساب البروفيل ولا باش كيبان شي واحد نقيله كما كنقولوا بلغه ديال الكره؟ ولكن حتى هذوك الناس اللي كانوا معك ديك الوقيته كيعطوك واحد شويه كيعرفوا انت اي. حنا كان عندنا واحد الحصه ديال التدريب في بيرجيكو كنفرحوا لها كتكون ما بين 12 جوج كيمشيو الدراري ديال ليكيب ا واحد الترسانه من اللاعبين كتمشي تخدم وكدير. وحنا كندخلوا ديك الساعه في الشوط الثاني وهذه بادره كانت طيبه هي اللي كانت كتشجعنا وكتعطينا الامال على اننا نوصل للفريق الاول. وماشي سهل حتى الدخول ديالك. راه شوف العمل اللي كانوا كيقوموا به دوك المدربين يعني عمل جبار وعطاهم الله واحد الشوفه واحد النظره اللي كانت ثاقبه. يقدر يجيبك يدخلك في سميتو في 20 دقيقه يقدر يعطيك نص ساعه المكانه. كتدخل تلعب ديك الساعه مع واحد الترسانه من اللاعبين الا ذكرتك الاسماء غادي تبقى تشوفي كتفرح. بعض المرات ما كتلعبش نهائيا ما كتكونفوكاش. اول مقابله ليك فخر الدين شحال لعبتي من دقيقه؟ دابا دقيقه عافاك والله الا انت كيعجبني علاش دابا انا واحد لا جينيراسيون وحنا بقاو تبارك الله من اللاعبين اللي تيتخي بغيتي ولا ما بغيتيش. دونك هادشي انا زوين انا بغيت نعرفو والله حتى انا نبغي نعرفو. وبزاف ديال لا جينيراسيون ديالي وبغي ماشي بحال منير شارف فهمتي منير شارف لا منير عنده منير فايز عرفتي علاش؟ ومنير تبارك الله صغر وميم طون
عطى الله داك الاهتمام. كنت لعبت واحد الماتش عطى الله داك الاهتمام ديال مع الكويريا مع هذا هذا ولينا ما شاء الله دائما ما كاين حتى حاجه صعيبه تبقاي غاديه بشويه بشويه حتى 81 عندكم واحد الماتش مع انتر ميلان. الله 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 انا ما كرهتش يكون حاضره لي والله ما كره. وعاود لي 80000 ديال الجمهور الله وهذاك راه جاوا باش يشوفوه على الزبود رباله. تحيه العزيز اللي شفتو البارح شحال هادي ما شفتو بحالو بحال واحد عدد كبير ديال الدراري اللي شفت البارح. ودخلت انا في تقريبا في الشوط الثاني وفريق اللي هو كله كان جا ديك الساعه من لاكوب دي موند في بيرغومي اوريالي التوبيلي كل شيء غير اللعابه تبارك الله. ودرت اندريبل ديال ثلاثه ولا اربعه في الجهه اليمنى ودرت سونتراج وماركا عبد الخالق بالراس ذاك النهار تيران فاش تهز ما عرفتش شكون اللي عنده هاد اللي عنده هاد اللقطه هادي لي زارشيف ما كاينينش ما كرهناش دابا بحال دابا انت قلتي هذا باش وعلى نكره هذه ديال لا عرفتي علاش غتشوفي شكون هما اللعابه اللي كانوا ديك الساعه في الانتر ميلان سبعه ولا سته كلهم كيلعبوا في ليكيب ديال الطاليان ويلا كنتي كان جاوا من لاكوب دي موند يلا جاوا ديك كوب دي موند ديال 82 بابا ديك الكوب دي موند الواعره اللي كانت داس مع جو سي با في كان داس في اسبان ولا ما عرفتش سر سنه ديال اللاعبين وي هذوك اللي رجعتي للوراء وشتي داك الشيء غادي تخلعي وراين الحمد لله اللهم لك الحمد. بحال هاد الماتشات انا بعدا والله الا ما كنكرهش ما كنشوفو حتى الناس على دابا هاد الماتش بحال دابا ما كنكرهش نشوفو الناس ديال الوداد وديال الجمهور كامل. تشوفي الانتر ميلان مع الوداد تشوفي ليفربول مع الوداد تشوفي هامبورغ مع الوداد تشوفي سانتيتيان مع الوداد واحد العدد كبير ديال الفرق اللي جاو يعني جاو للدار البيضاء ولعبوا في مركب محمد الخامس وتحت اضواء الكاشفه وبحضور جماهيري وهذه كل اشياء جميله وتحيه لكاع هاد اللاعبين وهاد الحقبه هادي وفريمون حنايا هاد لا جينيراسيون دابا كنتاسفوا اننا ما شناكمش نتوما وما شناش هاد الكم الهائل والحمد لله حنا راه باقي عندنا شويه ديال سميتو مازال تقدري تشوفي شي حاجه راه كاين الناس اللي قبلنا منا كاع اللي مساكن والو كاع نمشيو للتعليقات ديال اصدقائنا عبر اليوتيوب. وحميد العزوزي كيقول يا اختي ايمان كتقري جوج تعاليق عنده الحق كيقرا تعاليق خويا راه عرفتي دابا راه جالس معاك في خر الدين خاصني نستافد منه لو ماكسيموم ما كاينش مونير يلا زيد نمشيو للتعليقات ديالكم مشاهدينا. نمشيو مونير سبع صنايع ورزق ضيع لا وارجع خدام ما تخافوش تحيه كبيره لكم من دالاس تكساس في فخر الدين راك عزيز رشيد العميم هذا تبارك الله خويا رشيد كونترفان دون اسبان لا كوب دي موند اللي كانت جيش الملكي الله يشافيك شكون هذا ما عرفت بلاتي كيترادوا بيناتهم في لي كومونتير كل وحيل اخر زمان الكروي ولو خلال ربع ساعه اخيره ما دابا المشكل كنبغي نقرا التعليقات ديالكم ولكن راه ما كاين. تحيه للاخت الفاضله والاسطوره فخر الدين رجحي الله يبارك فيك. قولي الاستاذ الفريخ سلم عليك محمد مزلوك شكرا مسبق عرفتي ولا لا كذب عليك انا ما الدراري تبارك الله كنبغي نوجه تحيه لكلشي انا عزيز عليا اللي كيعرفنا واللي ما كيعرفناش بحال بعد ما كيتلاقى معك شي واحد دير الله في سبيل الله تيسلم عليك محبه كتفرح محبه ديال الله راه ما كاين ما احسن منها. النفخ الاعلامي لبعض اللاعبين مشى ديال الكومونتير عرفتوا هذا الله الله عرفتي لا عرفتوا واش بغى يقول عرفتوا واش بغى يقول لك باقي ما كملتش لك فخر الدين الكومونتير عرفتي عرفت اش بغى يقول زعما كيقول نفخ ما كيبغيش تبقى تكلم على اشاك فوا غادي نبقى نهضر على هذا لا ماشي نفس اللاعب شوف احنا غادي هادشي غادي لا بدا ما عندك ما دير حيت حنا ما غاديش نهضروا نهزوا عصا ونبقاو نحاربوا ونقولوا انت ما تقولش وانت هذا ما عندك ما دير كل راه شتي ذاك النهار مونير قال لك واش بغيتي نبقاو نهضروا بحالك عطى واحد المثل عز الدين مدريديستا احسن لاعب في هاد الجوج ماتشات هو عطية الله ايوا شتي ديال البطوله النفخ الاعلامي لبعض اللاعبين ساهم في تراجع مستواهم حيت معهم الجمهور انهم لاعبون نجوم لاعبين نجوم والحقيقه انه خاص كاين شي لاعبين تخصص ليه برنامج باكمله للتشهير بهم ما فهمتش كيهضر وقيله على شي منبر اخر زعما تخصص ليه برنامج بوحدو وبقاو كيتكلموا عليه الله اعلم ما كاين باس. مهدي السقلي تحياتي اختي ايمان وسي فخر الدين بالنسبه للمنتخب الركراكي خصو بريباراسيون اولمبيك واتفاق مع سكيتيوي
موريس كتب الله يهديك. فاتي السعيدي كتبت لك تحياتي الاخ فخر الدين رجحي. الله يبارك فيك اختي، بارك الله فيك. شكرا لكم الاصدقاء ديالنا عبر اليوتيوب، كيبقى ماشي مشكل. واسي جمال، واش غنبقاو نقراو هاد لي كومونتير؟ واسي جمال فخر الدين، بغيت نمشي معاك دغيا الكره النسويه، بغيتك تعطيني الراي ديالك في النهضه البركانيه اللي طلعت لا بروميير ديفيزيون، اول مره في التاريخ ديال النهضه البركانيه النسويه. كيفاش انت كتشوف هاد الصعود هذا؟ يمكن عمل هذا قاعدي ويمكن الاتجاه من بعد الاستفاقه كيف كنقولوا حنا، ولماذا؟ بان رئيس الجامعه عنده اهتمام كبير بالكره النسويه وعنده فريق نسوي اللي كيتواجد في المنطقه اللي هو فيها كيترس فيها، نقدر نقول لك رئيس شرفي ولا رئيس فعلي. فاذا كتوفر لك الظروف ايمان بحال اللي توفرت للجيش الملكي، نقدر نقول لك انا نهضر بركانيه الا غادي يجلب لاعبات وغادي يقوم بالواجب وغادي يقدر يحقق نتائج ايجابيه. وهدف اول الحسنيه تكادير صراحه ما شفناهاش، انت شفتي وما شفتيش يا فخر الدين؟ ما قلتيش هدف، هدف بالراس، بالراس ودونك زاويه، وكان هدف بالراس دونك الفريق ديال الحسنيه، رغم انه فريق الكوكب المراكشي هو اللي كان مسيطر، كان شويه كيوصل للمرمى ديال لمن يسول المنتخب كذا المشماش خاصو انيبه. اش كتقلب يا اختي؟ علاش لمان؟ ما عرفتش واش دري ولا دريه، المهم ما كاين باس. فخر الدين غنديك عاوتاني لواحد الخبيره اخرى، واخا هي الصراحه دارت ولكن انا ما بغيتش ندوزها هكاك. الوفد اللي كان في غانا باكرا بالضبط، المغربي اللي شارك في الالعاب الافريقيه، نعطيك يعني شحال من ميداي جات من طرف الوفد المغربي اللي شاركوا ب10 فقط ديال الانواع الرياضيه، جاو في المركز السابع ب 34 ميداليه، 9 ذهبيه و12 فضيه و13 نحاسيه، بيان سور في الملاكمه والتايكواندو، دوك الحاجه اللي هيمنات يعني على هاد على هاد المشاركه هذه. المنتخب المصري اللي جا في الرتبه الاولى، جا اسيدي ب 187 ميداليه، 99 منها ذهبيه، والمغرب تسعود ديال الميداليات ذهبيه. لك التعليق. ماذا واش كان شي تغطيه؟ كانت تغطيه لما ولكن عاديه على هذه المشاركه البعض. انا بغي ما كانش تغطيه، انا بغيت نتكلم إيه ولا واش كانت تغطيه؟ ما كاين مشكل، انت الا بغيتي تكلمي على انا ما كاين مشكل، ولكن واش كانت شي تغطيه؟ كانوا مشاو ماشي شي ربعه ولا خمسه ديال الصحافه. لا كان خصها تكون تغطيه، راه هذه بطوله افريقيه في غانا. في غانا في اكرا بطوله افريقيه في غانا، نقدر نعتبرها تكون بريباراسيون للبطولات الاخرى اللي غادي تجي لي جوز اولمبيك، حيت بزاف ديال شوف انا من غير الجوز اولمبيك نشوف انا على الاقل نخلي الجوز اولمبيك تبقى بعيده شويه، لان هذيك عاوتاني بطوله عندها رقم ديالها وعندها الاختيارات ديالها وعندها المؤهلات ديالها. انا اعطيني غير هذه البطوله الافريقيه اللي خصني نكون فيها، بحال ملي كتكلم على كاس العرب ولا شي حاجه بحال هكا، هذه من مثابه الشكل ديال هاد المشاركه هذه، خصنا على الاقل نشوفوا المنتخب ديالنا والمشاركه ديالنا تكون الوف ديالك يكون، لان ما كتشاركي دابا ايوا راك عارف لي ناسيون ديالنا هادو اللي كاينين ديال جنوب الصحراء وديال الشمال وديال شمال افريقيا، تونس نيجيريا. اش كنقول لك انا جنوب الصحراء وشمال افريقيا؟ نيجيريا هي اللي جات في الرتبه الثانيه وجنوب افريقيا. راه غاتجيك غريبه تقول لي انا مازال تقول لي مصر انا قبلها، ولكن تعطيني نيجيرياكم دوزيام وتعطيني جنوب افريقيا ثالثه، احنا ما كاينينش والجزائر الرابعه شكون في الخامسه؟ عاوتاني احنا ما نهضروش على الكلاسمون، نشوفوا احنا فين وصلنا وصافي. نتمناو حيت احنا انا كنقولها لك الرياضه، الا بغيتي تقولي انت هي مزيانه في الرياضه، هي ملي كيو عندك الرياضات كلهم كتكون على الاقل مشارك فيهم. ملي كنقول لك لا بوكس، التنس، الواتر بولو، الفولي، الباسكيت، هادشي راه مبقيتيش كتسمعوا. لا راه هنا ملي كتقول، لا ملي كنقولوا حيت حنا عندنا كاين واقع غلط وغنبقى ديما نقولها، ناجحين في الرياضه، هنا الرياضه انت كتكلم على الفوت، فين كتكلم على الفوت؟ فين مقصور؟ والفوت مقصور على من؟ المنتخب الوطني. صافي ما عندكش شي حاجه اكثر من هادشي. صافي اذا حنا الا بغينا نزيدوا القدام خصنا نشوفوا مع هاد الرياضات هادو. احنا دابا نيت كي قلتي انت هي مشاركه بدون يعني تغطيه كبيره
بدون بزاف ديال الحوايج شحال واحد تسولي يقول لك انا ما كنتش عارف ما كاينش اكزاكتومون حتى واحد يعني دازت مرور الكرام فوالا ما خرجش دون مرور الكرام الوغ كو كانت خديجه مرضي كانوا بزاف ديال الاسماء اللي يعني للاسف للاسف ما كاين باس يوسف الدوبي كيقول لك فخر الدين اعطيني الراي ديالك في زيمباور مدرب فريق الرجاء الرياضي هضرنا على زيمباور شحال هذه هو راه طلع واحد المهاجم ديال الامل الزين الفتاح الفريق الاول مزيان كوا مزيانه هذه الا كانت بغى يعرف المدرب زيمباور الا كانت الا كانت الا كانت القديره مزيانه انا عجبني انا مدرب كيهبط لتحت قلاب ويشوف يحسب ليها هذا راه قليل شي مدربين باش كيديروها هذاك انا قلت لك على انا المدرب دابا ممنوع عليك دابا تهضر عليه ممنوع عليك تناقشوني هنا علاش غادي في الاتجاه الصحيح تحقق نتائج ايجابيه هو لو دوزيام في الشامبيونه اش غتقول عليه انا ديما تنقولها كنقول نهار اللي جاوبني واحد السيد واحد الصديق هنا في الراديو قلت لك واش تقدر تقول لي انت سير في حالك انت ما قابلش كتقول بغيت انا نربح انا خساره كنا كنربحوا احسن كاع ما نتعادلوا ولكن عاوتاني مدرب فلسفه ديالو غادي بها راه هي غادي بها مزيان راه موصله راه ناجح حد الساعه راه ناجح ما كاين حتى شي هزيمه راه غادي غير هو لقى واحد المطارد اللي كان موجود اكثر واكثر راه غادي وما عرفتيش الامور الجيبه القدام واخا نمشيو نقراو الرسائل ديالكم اصدقائنا ماروك نيوز علاش وليد الركراكي كيهمش مراد باطنه السيد محيح في السعوديه والاعلام السعودي ديما كيشيد بالمستوى الكبير ديالو حنا ديما غنبقاو نتسناو زياش يكون في نهار قال لك هو ولكن قبل فخر الدين نقولوا للناس راه باش يتصلوا بنا 05 22 36 90 21 هي هذه النمره مراد دونك حنا كنتسناو المكالمات ديالكم نعاود نطرح لك السؤال ولا لا لا عرفتو القضيه ديال باطنه يمكن هو جاوبهم داك النهار قال لهم كاين المساله ديال السن وانا جو بونس على ان السن ديال باطنه ما عرفتوش شحال لا اظن على ان السن كيلعب دور مهم في المنتخبات اكثر مره شفنا لاعبين اللي عندهم سن كبير ماشي كبير وعلى العطاء اللاعب كيتقاس بالعطاء ديالو ما كيتقاسش بالسن دابا عنده 33 سنه لا كنقول لك انا دابا كاينين زعما لاعبين اللي فهاد السن هذا في المنتخب لا ماشي على كاينين انا كنقول لك هاد القضيه ديال السن ما كيتقاسش بها اللاعب كيتقاس بالعطاء ديالو في ذاك العاش كنقول لك انا المنتخب واش غيجي يعطيني في واحد الماتش معين ولا لا ياسين بوغبا قال لك ياتشيل اون ديريكسيون تكنيك كي بيلوت لو فوت ماروكان جو تروف تري بيزار كون اريف ميم با ا فيكسي اون ايدنتيتي دو جو ماروكان كيل فو ميتر او نيفو دو توت لي كاتيجوري كيتكلموا على دائما دابا حنا باقي ما عرفناش حنا شنو الاتجاه نمشيو ليه السي ياسين هذا هو المشكل حنا داك النهار مدرسه ايرلنديه وانت شويه رحنا وقيل اللي كان كينفعنا افون راه هو المدرسه الفرنسيه هي اللي قريبه لينا وهي اللي لو ستيل ديالها ما غاديش تمشي للانجليز وما غاديش للاسبان لا كنقول لك زعما ما عطاتنا والو ولكن راه ماشي تما هي ما عطاتكش وانت ما عطيتيهاش حتى حنا ما مشيناش في الاتجاه الصحيح ما اكثر القرارات اللي كتجي ما كتاخذش قرارات اللي كتكون صعيبه فهمتي هادشي اللي كاين وداد فاس اختي ايمان تحيه لكم من حدا جامع الطاهري تأزينا الحارة الأخينا المياغري والعائلة الصحفية بدوزيم ديال فاطمة لوكي الله يرحمها نسيت ما قلتهاش الله يرحمها الله يرحمها وحتى إفريقيا وقيلت هي لما سمعت سميتو ما عرفتش أنا اكزاكتومون ولكن تنتأكدوا سمعت البارح أنايا الله يرحمهم الله يوليهم برحمة الله معنا مراد سي محمد الدار بينا أهلا بك سي محمد السلام عليكم أختي إيمان مرحبا كنحيي الاخ فخر الدين وكنقول لك اختي ايمان البارح راه كنتي متالقه شكرا لك حنا كنساندوك لا والله ما كنكذب عليك اختي ايمان راه ما كتعرفيني انا راه ما كنطبل حتى شي واحد انا راه الله والله انت متالقه اختي بالله شكرا لك شكرا لك والله الا كنتمنى لك الاستمراريه وكنتمنى لك النجاح ديالك في هذا العمل الصحفي ديالك وكنحيي الاخ فخر الدين الاخ الاكبر ديالي انت كلمة اخويا اختي على ايمان على المنتخب المغربي غير باه حنا تبعت التصريح بعدا ديال المدرب ديال هذا اللي كيقول لي وليد الكراكي قال لهم المنتخب المغربي ما ظهرش بالشكل مزيان قال لهم لان وقيل الحريره اثرت عليهم شو ما هذا يقولها سي محمد ما عرفتش هذاك انا شفته ولكن ما عرفتش واش هذيك المقابله نيت ديال موريتانيا باش من فهمتي ما عرفتش واش قال دابا في اف ام انا سمعتها عند ام اف ام سمعتها دابا وصافي ما حيت انا ما شفتو راه قال صحفي في ام اف ام ما قلتش انا من دماغي قال لهم الحريره اثرت حشومه هو كمدرب يقول هذه الهضره حشومه يقول هذه الهضره شويه انا كنتمنى من هاد السيدي شويه كنتمنى واحد الفحص الجانب العقلي ديالو هاد السيد راه ولا كيدخل ويخرج في الهضره انا السيد انا ما مقتنعش به من شحال هادي ما نكذبش عليك اختي غادي يدخل غير
ولا وتسمعي المدرب ديال المنتخب الموريتاني شنو قال. ميغاكل قال لهم هذا ميغاكل. لا ما قالش لهم ميغاكل، قال لهم واحد الكلمه زوينه، قال لهم كنا كنا في اللعابه ديالي كنلومهم لانهم ما قدروش يربحوا المنتخب المغربي. قال لهم ما كناش، قال لهم ما كناش في المستوى. هو كيلوم اللعابه ديالو ما كانش في المستوى. غادي ندخل معك المقابله، انا ما بغيتش نسمع واحد الكلمه دابا كنسمعها دائما. رئيس الجامعه موفر الظروف، الحمد لله كسبنا لعابه صغار، وهاد اللعابه الصغار اقتنعوا بالمشروع. هاد الهضره ما بغيتش نسمعها، لان الهضره ما بقاش تنطالع على الشعب المغربي، وما بقاش تنطالع على واحد الفئه كبيره من المغاربه. ولا تبعتي اختي ايمان، نقول لك واحد الكلمات الا تبعتي وبغيت فخر الدين تو يجاوبني. كما قال واحد الصحفي سمعته عاوتاني البارح، قال لهم لو طحنا مع منتخب، مع شي منتخب كيلعب غير شويه كره كيعرف يخرجها، كان المغرب غادي ياكل قتله البارح مع اكادير، في اكادير كان غادي ياكل قتله. ماشي ما نكذبش عليك. ونقول لك واحد القضيه اخرى عاوتاني. تصوري دابا حنا شنا المقابلات الوديه، شنا ديال فرنسا، شنا ديال الالمان، شنا ديال الصبريون، كلشي راه هادشي تكلمنا عليه. لا شنا ديال المنتخب المصري مع كرواتيا، شنا الجزائر مع الدولي في الجزائر مع بوليفيا ومع جنوب افريقيا. كل هاد الفرق استفدوا الا المنتخب المغربي ما استفدش. ونعطيك دليل، مشي المستوى ديال المنتخب الاسباني، واش دياز عنده المكان ديالو داخل المنتخب الاسباني اللي فيه غير الدراري عندهم 17 عام 18 عام الفراخ؟ عنده المكانه ديالو ماذاك؟ عنده المكانه ديال ابراهيم دياز، عنده المكانه داخل المنتخب الاسباني، ما عندوش المكانه ديالو. باش نقول واقعيين، هذوك اللعابه اللي جبناهم من فرنسا عندهم المكانه داخل المنتخب الفرنسي؟ ما عندهمش المكانه داخل المنتخب الفرنسي، لان المنتخب الفرنسي عندهم لعابه كيطيروا مع الطيور. هاد اللعبه جاو باش مابقاش كيكذبوا على عباد الله، شي وحدين كيغمقوا اقتنعوا بالمشروع حيت ما مرفوضين ما تقبلوش في اوروبا. وناكد لك اختي ايمان واحد السكوب تاخذيه عندك، شي العام الجاي هاد اللعبه في السعوديه ما يقبلوش عليهم. وبقي عقل على هاد الهضره اللي قلت لك، شي في السعوديه والله الا قبلوا عليهم في السعوديه، لان اللعبه ضعاف. تصور اخر لعبه كانوا كيلعبوا كره ملي كانوا مع بيم فيربيك، هادوك كانوا كويريا واخا ما داوش القاب. العام اللي دازو مع روما مشيتي للدوري دابا السعودي اللي فهمتي بدا كي عنده واحد الوجهه اخرى ديال انه يجيب لاعبين اللي متمرسين ونجوم باش يطلع شويه لو نيفو ديالو. اختي ايمان شي هاد اللعاب اللي كاين في المنتخب المغربي لحد الان دابا ولا شوفي ملعب لاعب راه لو كيلقاو صعوبه في الانديه ديال الاوروبيه. وناكد لك بان بغا يتخلاو عليهم السعوديه ما تبغيش تدخلهم. السعوديه وقطر ما غاديش يبغوا يلعبوهم. ثقي بي اختي ايمان. المشكل عندنا هو هذا المدرب هذا راه ولا كيدخل ويخرج في الهضره. سي محمد. وهذا السيد راه ما اشتغلش. راه من قطر بقى كيهضر على قطر هو صافي سالينا بغا يهضر على قطر. صافي سي بقى في قطر. وناكد لك واحد القضيه اختي ايمان. كنتمنى الله يجازيهم بخير. غير انا كنتمنى الله يجازيهم بخير، غير هذه الكلمه ديال المشروع، هذه اللعبه اقتنعوا بالمشروع. راه انا راح شو ما تبقى تتقال شهر رمضان وهذه الايام ديال العتق من النار ما نبقاوش نقولوها. شي وحدين يقول حكا اقتنعوا بالمشروع، اش من مشروع اقتنعوا به؟ وكنتمنى خويا كمال يدوي من بعد مني. مرحبا شكرا. الله يحفظك اختي ايمان. شكرا. زيد اعطيني ثاني تليفون وزيدوا السي محمد. راه قلت لك كمال ولا داير كيما كيقول منير فهمتي. النادي ديال المستمعين. لا زوينه هاد السي محمد تسالاه هو قال لك نتمنى يهضر مورايا انا. زعما راكي عجيبه عجيبه يا سلام. والله العظيم نمشيو نقراو فخر الدين. شي واحد معنا عاوتاني. توكل على الله. كاين كمال ولا شكون كاين؟ باقي كمال ملي كيبغي يعيط راه عنده التليفون ديالو. لا لاعب الكوكاب دابا كمال واخا دابا كي ديما كوكاب خلاه كامل حتى الموت تيقول لك هو ديما كوكاب واخا. سفيان اوكان بقى ركراكي مضيع على الوقت، خاص اليوم قبل من الغدا نجيبوا مدرب دماء جديده تكون عنده شخصيه. راهو لينا كنشوفوا الفوضى. واش دابا انت مع فخر الدين دابا بحالاش هاد القضيه اللي قال؟ والناس كتشوف كل واحد عنده الراي ديالو. هاد السيد ولا حنا لا حتى واحد ما عنده القرار بين يديه. كاينه جامعه ملكيه مغربيه، كاين رئيس الجامعه، النظريه ديالهم كيفاش كيشوفوا المنتخب الوطني. كاين بزاف ديال الحويجات اللي غادي يقدروا هما يحسموا في ما الجمهور ما الا غير كيتفرج وكيشوف جوج ديال المباريات كان كيتوقع على انه باغي يتمتع شويه بالكره، سورتو دي ماتش اميكو بهذا الشكل بغى يشوف فيهم اهداف بحال اللي قلت لك. فمع كامل الاسف تشوف المباراه الاولى عقيمه وتشوف مباراه ثانيه اكثر، ما تنظنش على ان الجمهور المغربي غيكون راضي. ايوا نمشيو عند صديق. يلا نمشيو عند سي صديق. اهلا بك سي صديق. الله يحفظكم اختي ايمان وتحيه الاخ فخر الدين. الله يبارك فيك سي صديق. السلامه اخويا فخر الدين. الله يبارك والاخ منير توا كنحييه. الله يبارك فيك سي صديق. بارك الله فيك.
اخويا الرياضه كلها تفيك ساس على المنتخب الوطني. وانا عندك ما دير، هذا هو المشكل. لا حد دابا، حد الناس دابا تجمعوا كلهم على المنتخب، ودابا بحال دايرين هذه القضيه ديال الرياضه بحال اللي بغاين نسيو بها شي حوايج اخرين. الرياضه راه مفتوحه على كل شيء، فهمتي؟ دابا كتبلوك اجيال كتبلوك دابا، كاين داك القطاع الرياضي خصو كلشي ينشط فيه، فهمتي؟ بالمسؤولين ديالهم، ماشي دابا نعطيك دابا غير ليكزومبل ديال المنتخب الكبير، غير الطاقم ديالو راه كاين شي وحدين ما عندهم غرض كاع باش يكونوا تما كاع. كاين فزو حتى وفشوا اللعابه بزاف من داك بحال دابا جياش كيتمطر، ملي كيتمطالع من الفار المنتخب راه اعلى، راه الدرابو ديال البلاد هذاك، فهمتي؟ احنا دابا دوك لي كاتيغوري مساكن اللي تبلوكاو داك المنتخب. السي الصديق، نعم اخويا. دابا الغريب في الامر هو واش انت دابا كتشوف هذا الشيء يعني، والراي العام تيشوف هذا الشيء، ولا الناس المسؤولين ما كيشوفوش هذا الشيء؟ لا شوف اخويا، شوف راه واحد اللي غادي بالبلاد والمغاربه تابعين هو جلال الملك الله يخليه ليه. بيان سور، فهمتي؟ وديك الرساله، ديك الرساله الملكيه تكرات في الصخيرات على الرياضه راه ماشي هي الطريقه ديالها، فهمتي؟ بحالك انت دابا لي، بحالك انت اللي معترف بك الجمهور كله، فهمتي؟ وكيجيو وحدين ما عرقوا حتى المايو، وكيكبر لهم الشال في هذا الشيء هذا. الله العظيم لا ما تبقى فينا الحال. صبرك لله. الله العظيم اخويا، صبرك لله. خويا فخر الدين ودابا اللي جا كيبغي يلعب 10، ذاك الدري مسكين اللي جا من اسبانيا راه ماشي الدم ديالو، هما جابوه بغا يبان وداروا ليه بحال ذاك فروج مارس. قجوه مسكين ومعطوه كاع الحريه ديالو كيفاش يلعب. تا هو اللاعب ديال الرجاء اللي في رحيمي، رحيمي رحيمي تا هو معطاش لا ليبرتي ديالو كيفاش، فهمتي؟ عطاه باش بغى ينتقم منه، قال له لعب فيكس في افاسون. دابا شوف الحكم مسبقا السي صديق، فهاد لي دو ماتش ما نقدرش نقولوا راه بغى ينتقم من شي واحد. لا 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 خويا شوف، لا غير سلطيه باش نقول انا وياك نكونوا معاك متفقين، حيت حنا بعض المرات لا باش الحوار ديالنا يكون عقليه احترافيه. لا الله يحفظك اخويا، لا ما نمشيوش ديك الهضره ديال حنا ما جالسينش في شي بلاصه في درب، كنهضروا انا وياك هنا كتبقى تخرج الكلام اللي بغيتي. اما دابا حنا في راديو والناس كيسمعوا لينا الصديق، حنا ما نقدروش نقولوا بانه بغى ينتقم من هذا ولا ما بغاش ينتقم من هذا، فهمتيني؟ هذوك الدراري راه دخلوا الاختيارات ديالو، شوف الاختيارات الصديق ديال راه هي اللي شوف عطى الرحيمي، عطى الرحيمي اون بوانت، ولا عطى الدياز، ولا عطى هذا، هذه كتبقى مسؤوليه ديال المدرب. ديال المدرب. وشوف حاجه اخرى، نزيدك حاجه اخرى الصديق، هذه المسؤوليه ديالو كيتحمل فيها، راك عارف انت ها هو ما عطاتك دابا دو ماتش، راه شتي دابا الروندمون كيدير. لا حتى خويا، خويا مرحبا مرحبا صديق. نعم خويا، غير بغيت نقول لك المنتخب الوطني ديال المغاربه كلهم ياسر، راه دابا ولينا كنشوفوا باك صاحبي تما. وماشي غير باك، انا حاجه واحده اللي غادي نكون انا ما مقابلهاش، وهي كيولي القميص على انه نعطيه لك فاسيلمون، الوغ كو انت عاشرتي واحد الاجيال القميص كان خصك تبلل بعداك القميص لك في كتلعب الفريق اللي كتلعب فيه، وخص كل حد تكون كتماركي، وكل حد كيعجب دوك في لو ماتان وفي لوبينيون وفي جميع الجرائد كيكتبوا عليك، وهذا عاد باش كتضمن المنادات عليك ليكيب ناسيونال. اسمع كيما قلتي واحد الطريقه قبيله، سي صديقي بسرعه باسكو ان الفاصل. اها واحد اخت الايمان قلت لها هذا المنتخب ما كيتجربش. ما كاين، لا ما كيتكونش، ما كيتكونش، هذه راه كلمه في الصميم اخويا. وتبارك الله عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. نكملوا الحديث ديالنا بلا حق من بعد الفاصل فخر الدين. مرحبا بكم عند روفاريا ديكور، وجهتكم المفضلة للأثاث المنزلي الراقي، تجربة وخبرة كبيرة من 1980. روفاريا ديكور معروفة بأثاث عالي الجودة اللي كيوفر الراحة والإحساس بالمتعة، صالونات، غرف النوم وديكورات منزلية. روفاريا ديكور الفخامة والضخامة لينا كاملين. زورونا في محلات روفاريا ديكور واستفدوا من العروض الاستثنائية على جميع منتوجاتنا طيلة الشهر الفضيل. محلات روفاريا ديكور مفتوحة حتى بعد الإفطار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بروفاريا ديكور 0522 89 68 00، أعيد الرقم 0522 89 68 00. روفاريا ديكو الفخامة والضخامة لينا كاملين.
مالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا؟ تبدل هذا الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات ار اش عند كازا دريب. ار اش عند كازا دريب؟ ايه ار اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابو الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. Devenu propriétaire à Arizona Park, au cœur du quartier Victoria à Bouskoura, à 10 minutes de Casablanca et à proximité de l'aéroport Mohamed V, proche d'établissements publics, écoles, centres commerciaux et de toutes les commodités du quotidien, découvrez dans un cadre tranquille, verdoyant et sécurisé nos appartements à l'architecture moderne et épurée, lumineux, équipés de 2 ou 3 chambres avec salon et 2 salles de bain à partir de 800 000 dirhams. En plus, bénéficiez d'un parking privé accessible par ascenseur et d'un jardin intérieur aménagé. Pour en savoir plus et réserver votre appartement d'exception à prix promotionnel, appelez le 0802 000 010 0802 30 010. Livraison immédiate. Le Botola, من سيدونس لحداش الليل مع منير فخر الدين وإيمان على شادي فام. وحنا دائما مستمرين معكم مستمعينا في برنامجكم البطولة من سعودونس إن شاء الله 11. فخر الدين، بغيت تعطيني الرأي ديالك فوز المنتخب الرديف ديال كرة القدم ديال الفوتسال دونك 5-4 أما المنتخب الإيراني في إطار الدوري الدولي اللي كاين في فيتنام دابا حاليا كيتقام، كيفاش كتشوف نتايا مع واحد لاناسيون اللي واحد الناسيون اللي كبيره المنتخب الايراني اللي دائما كنشوفوه في البوديوم كنشوفوه في لاكوب دو موند، كيفاش كتشوف نتا الانتصار؟ مزيان مزيان. انا كيبين لي انا هذا العمل اللي كيقوموا به دابا في ميني فوت راه تيبين لك على انه كاين واحد استمراريه ديال العمل قاعدي. كانوا خداو القرار كشي في الاول فاش كنا تكلمنا انا وياك ومنير، هي كتبين لك وديك المراقبه اللي كاينه من تحت هشام دقيق ملي كتكون واحد التفاهم وتجاوب ما بين المدربين وحتى الاختيارات اللي دارت في الاول راه عطاتك على ان تشوف الفريق. انا ما خايفش على ان شاء الله على لا غوليف على الـ على الـ الفوتسال لا غوليف ديال الفوتسال، لانه ملي كتشوف عندك فرقه اخرى كاين عمل كاين عمل كاين عمل كيدار كاين عمل على اي نكون توفيق للمنتخب الاول اللي ان شاء الله غادي تكون البطوله الافريقيه هنا من 11 لواحد ابريل بمدينه الرباط. كما ذكرتي انت ما لا خوف على المنتخب ديال الفوتسال بقياده هشام. كاين 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 لاعبين كاين لاعبين. مشيو لاسبان سي مصطفى. مشيو لاسبان، اهلا بك سي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام سي مصطفى. فخر الدين تحياتي. الله يبارك فيك. كيداير اخت ايمان؟ تبارك الله عليك. تحيه لك سي مصطفى، شكرا لك، تفضل. فيما يخص هذه المباريات جوج اللي دار الفريق الوطني، في الوقت اللي احنا خصنا نركزوا على كيفاش نرجعوا الثقه ومن بعد هذاك الديباك اللي درنا في الكوت ديفوار، حنا مركزين دايرين البهرجه على اللعاب حيت قبل يلعب معنا. هذا الشيء اللي شفت انايا الناس فرحانين حيت ابراهيم دياز قبل يلعب مع المغرب. في الوقت اللي انا شفت لامين جمال اللي ما نعرفوش ما نهتموش به اكثر من ابراهيم دياز، ولا دار ان غون ماتش مع الاسبان. لا شاف فخر الدين لا شاف المباراه. هذاك النهار انا كنتفرج في الاسبان مع البرازيل ونزلت الماتش ديالنا بحال نزلتي من الانجليز لشي ماتش ديال الهوات في افريقيا. ما عرفتش انا واش الناس باغيين يفرحوا باي حاجه ولا والله ما فهمتش. انا ما فهمتش اشنو باغيين. اون بليز دو فا انك ملي كتقول شي واحد راه هادشي هاد اللي هاد المستوى اللي ظهر بالفريق الوطني راه هادشي اللي تيتكسر على الكره والاهتمام اللي كاين بالكره راه خص يكونوا عندنا اكثر من متر اللي كوب دافريك فوالا واللي كتهضر معاه تيقول لك حنا ربيع العالم حنا ربيع العالم. ما فهمتش واش الانكاس غادي تحيد لنا هاد الفكره سي فخر الدين. ودابا انت خصك تعرف واحد القضيه اللي دابا راه ما تقدرش تحبس الراي والراي الاخر. كاين واحد القضيه لا انا لا شديتك دابا وبقيت كنعوج فيك فهمتيني. انا عندي دور انا عندي دور كنوصل لك شي حاجه بحال اللي قلت لك ذاك النهار
بالزمن اللي كان كندوي على قضيه البطاطا دابا راه ديما بقى نعطي هذا المثال هذا. انا ولفتك بطاطا. شوف انا ولفتك كي نقول لك انا خصني نولفك على انك الاتجاه ديالك انت. انا كنعرف ان الانجازات هي الالقاب وي راه حنا كنقولوها دائما الانجاز كلنا فرحنا به اودي. شوف الانجاز راه الانجاز راه شوف الانجاز الانجاز راه داز في واحد المرحله معينه وفي واحد الوقت. نعم خويا انا لاكوب دافريك كنت في المغرب في لاكوب دافريك ومن الماتش الاول ديال تنزانيا فاش ربحنا قلت لهم هذا راه بحال ماتش تدريبي راه لا تنزانيا ما وصلتش. قلت لا انت ضد المغرب وانت ديما متشائم انت حيت كتعيش على برا لمن عيطتي انت ما فهمتش وهادشي كان مع زعما صحابو. هذه القضيه السي مصطفى حنا كنا مع الاصدقاء السي مصطفى حنا هادشي عشتو انا هنا في واحد الماتش اميكال اللي كان دار المغرب في تنزانيا اللي كان ربح بجوج ولا ماتش ثلاثه الى عقدتي عليه جات في واحد الريتم ديالو قبل ما نمشيو لاكوب دافريك. لا ديال لاكوب ديال اقصائيات كاس العالم ربحنا ب2-0. انا هذاك الماتش جيت تكلمت عليه انا هنا بحالك والراي ديالي كان باين يعني كنشوف التعليقات انا راه كنتبعكم دائما. لا انا كنقول جوج زيرو وي ولكن على حساب الكونتوني ديال الماتش وداكشي ما كاين اللي ما ولكن في الاخر ملي مشينا لاكوب دافريك وقعت الواقعه كاين عاد الناس كترجع شويه لا. وكنت سمعت في بعض المنابر شي اخوان الله يهديهم تيقول لك ان المدرب ما عندوش حق يقلد فلان وفلان وفلان شنو الدور ديالو؟ ايوا وهو هذا الشوط شفتي الاخ فخر ديال المباراه ديال لا لا انت دابا كدير مقارنه ديال و شتي لا فرونس ولا كريتيك على ديشو وعلى مبابي هذه راه لا فرونس ربحات كانت نايضه وراه قلتها لك راه كنت معاك فخر الدين هنا في الاستوديو الى عقلتي انا شفت الرياكسيون ديال لا رياكسيون كانت فريمون خايبه. شتي لي بلاطو انا دابا بحين وتيقول ليه ان مبابي ما كانش في المستوى وان المدرب ما خصوش يحابي بعض اللاعبين وحنا الا جيتي تقول هذا الشيء قلت لا المدرب يوصل وصلنا للكاتريام في لاكوب دي موند ها هو وصلنا للكاتريام. تخيل معايا في الصيف اللي داز تلعبات لا فينال ديال هذيك لا ناشونس ليغ شكون يلعب لا فينال ما بين كرواتيا واسبانيا شكون يربح؟ ربحت اسبانيا ضربه الجزاء. في ان بلاطو ديال برنامج تشيرين دي تورا كيتفرجوا فيه المغاربه عبر اللايف في الانترنت 65% ديال الجمهور قالوا ان هذا المنتخب لا يقنع هادو راه فازوا بان كوب. وراه هذاك هو النقد اللي كيعطيك كينجحك يعني لو تفرج يعني انا كنتفرج في لي بلاطو فرونسي لي بلاطو فرونسي ديما كنقولها لك السي مصطفى انا متبعهم وراه لا شوف راه عرفت لا اصبليون شوف السي مصطفى ما كامل احتراماتي انت عايش اكثر مني شوف الصحافه الاسبانيه كتقدر تريبك في واحد فراكسيون سكوند وكيديروا انتقاد في الوقت ديال لي ريزولتا ولكن خصك تعرف واحد القضيه ملي كتكون صح مستقل راه هذه عاوتاني عندها دور ما كاين لا ملي كتكون شوف ملي كتكون عندك لا كارت بلونش انت كجريده ولا كصحفيين انتم بوحدكم عندكم مداخل ديالكم كديروا هذا راه هنا هذا هو المشكل اللي كيوقع كتقدر علاش هما كينتقدوا اللعابه الفراقي وهذا وعندهم صحافه صعيبه والبرامج الرياضيه ديالهم شنو كانوا داروا لي لا دي شون راه شامبيون دي موند على بنزيما قبل كوب دي موند ديال روسيا عرفتها ما داش بنزيما شنو داروا لي ولكن ملي جاب لاكوب صافي سكتهم يعني ما بقاش لا ما كاينش شوف سكتهم ما كيديروهاش هما ديما كيبقى عندهم واحد الراي يحترم لا كنتاخذوا انا كنشوف انا الفرنسي والاسبانيول والله ما كتقنعش اعطي واحد شوف واحد هذاك السي مصطفى ايمي جاكي راه كان ما بغاش دا انيركا وقامت فرنسا وقعدات وبقاو واحد الصحفي اللي كانوا كينتقدوه حتى فاز باللقب ديال كاس العالم وبقاو شادين في الراي ديالهم على ان انينكا كانت عنده المكانه ديالو تما هذه هادو اراء تحترم هما ما عندهمش اللحظه ماشي العاطفه انا معاك دابا كنتاقدك كنتلاقى معاك نعيط لك تقدر تسلم عليا ولا تقول لي اجي راه بغيت تكون وهذا نولي الا غديت نقول لك لا وسمح لي راه قال لا انا عندي راي يحترم صافي هادشي اللي كاين تخيل معايا لا كوماتش اللي دارت لا سيليكسيون ديال سي مصطفى بسرعه لانه بقات لك دقيقه وحده
قلت ليه بغا نقول الأخ فخر الدين هاد اللي غو ماتش اللي دار اللي داز ما بين الإسبان والبرازيل واللعبة الصغار اللي دخل المدرب رغم ذلك لم يسلم من الانتقادات هذا راه تعادل مع البرازيل كان غير بح والماتش داز بواحد الحرارة في الدقيقة 95 راه كان شوف كندير لك انتقادات عقلية احترافية وكتستافد تبارك الله عليك شكرا لك سي مصطفى شكرا على التدخل ديالك شكرا لك سي فخر الدين رشحي شكرا لك انا معروض وشكرا لك حجيتي شكرا لكم شكرا للمراد بعدا مسكين ولي لا الرياليزاسيون شكرا وخلينا اجي انت اجي دير لنا الكلوز خلاوه يلا شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا وغدا ان شاء الله غادي يكون معكم الزميل منير اوبر ان شاء الله باش ياخذ البلاصه ديالو كنقول لكم الى اللقاء حتى الغدا ان شاء الله.